وانسجامها مع روح الدستور الجديد، حتى نتمكن من إحداث الوثبة الاقتصادية والاجتماعية والتي تعهد بها السيد رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون من خلال برنامجه الطموح، والذي ستسهر الحكومة بلا شك على تنفيذه وتجسيده على قرار الدولة الجزائرية بقطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية، كان قرارا حكيما ومؤسسا على حقائق لا تقبل الشك، حقائق أثبتتها الوقائع الظاهرة والخفية في المملكة المغربية، ضربت بل نسفت كل القوانين والأعراف، بل وتجاوزت كل خطوط الأخلاق، ولم تراعي حرمة للأخوة ولا للجيرة، وأعلنت عداءها السافر والمفضوح، وراحت تختلق الأوهام وتعلن دعمها للإرهابيين الذين وضعوا أنفسهم في خدمة أجندات مخابر الشر الرامية إلى تفكيك الشعوب والمجتمعات وإثارة الفتن والنزاعات، سواء العرقية منها أو المذهبية أو الطائفية.